في ردود الأفعال الدولية، قال البيت الأبيض إن العمليات العسكرية في السودان تسببت بعدد كبير من الوفيات، وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تركز في الوقت الحالي على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان، مؤكدة في الوقت ذاته التقارير عن إنشاء مجموعة عمل خاصة للتعامل مع النزاع العسكري في هذا البلد. تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض عقوبات جديدة على طرفي الصراع في السودان، وذلك وفقا لما نقلته مجلة فورين بوليسي عن 4 مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر. وتهدف حزمة العقوبات التي لا تزال قيد الصياغة إلى استهداف أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث يتنافس قادة الطرفين للسيطرة على البلاد. دانت الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بالعنف في السودان خلال حديث لمستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، والذي دعا الأطراف لوقف القتال فورا ودون شروط. كما تابع سوليفان أن العمليات العسكرية في السودان تسببت في عدد كبير من الوفيات بحسب معلومات استخباراتية. ومع تصاعد المعارك في السودان، تتواصل الدعوات العربية والدولية للتهدئة وقف إطلاق النار الفوري.